ونبقى مع ركيزة الرعاية الصحية عالية الجودة، حيث يشهد القطاع الصحي في البلاد تحديثا كبيرا على مستوى المنشآت الصحية والطبية. سمو رئيس مجلس الوزراء تفقد مشروع مبنى مستشفى الفروانية الجديد، وقال سموه إن مشروع مبنى مستشفى الفروانية الجديد سيدخل الخدمة في بداية السنة المقبلة، مؤكدا أن القطاع الصحي في البلاد يشهد تحديثا كبيرا على مستوى المنشآت الصحية والطبية. مشروع توسعة مستشفى الفروانية إنجاز يعزز تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 من خلال تنفيذ أحد ركائز خطة التنمية للبلاد، وهي رعاية صحية عالية الجودة وبدعم المنظومة الصحية في دولة الكويت. المشروع يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد الأسرة، ويقدم خدمات طبية جديدة لم تكن موجودة في المستشفى القديم، كما سيزود بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة. مشروع توسعة مستشفى الفروانية إنجاز تنموي يعزز ركيزة من ركائز الخطة التنموية في البلاد لرؤية كويت جديدة 2035، وهي رعاية صحية عالية الجودة ويدعم المنظومة الصحية للدولة. فمستشفى الفروانية يعد من أكبر المستشفيات، إذ يخدم أكبر كثافة سكانية، وسيشكل علامة فارقة في المنظومة الصحية بالبلاد، إذ سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد الأسرة، ويحتوي على 233 غرفة عناية مركزة و318 عيادة عامة وتخصصية، كما تشكل الغرف الخصوصية 70%، ويضم 156 عيادة أسنان تخصصية و31 إجمالي عدد غرف العمليات و1400 موقف طاقة استيعابية لمواقف السيارات، فيما تشكل المساحة الإجمالية للبناء 423 ألف متر مربع. المستشفى سيزود بأحدث الأجهزة الطبية، وسيتضمن خدمات طبية جديدة في تخصصات أمراض القلب والجراحات التخصصية، وغرفا للقسطرة التدخلية وجراحات الأطفال وجراحات المخ والأعصاب، بالإضافة إلى جراحة الأوعية الدموية. مشروع توسعة مستشفى الفروانية يعد صرحا طبيا متكاملا، يقدم جميع الخدمات الطبية سواء التشخيصية والعلاجية. ولمزيد من التفاصيل حول مشروع توسعة مستشفى الفروانية ينضم معنا عبر الهواء مباشرة مراسل تلفزيون دولة الكويت فهد التركي من مبنى مستشفى الفروانية الجديد، هذه التوسعة. فهد، مساء الخير، كيف رأيت هذه التوسعة وما هي الإمكانيات لهذه التوسعة في الوقت الحالي وفي القريب المنظور؟ مساء الخير زميلي محمد، تحية لكم والمشاهدي برنامج بانوراما التنموية. تسابق الحكومة الزمن في سبيل إنجاز كافة المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية الممتدة لغاية عام 2035 في سبيل تحقيق رؤية الكويت الجديدة لمستقبل أفضل لدولة الكويت، ولتكريس كافة الخدمات على مختلف
مختلف المجالات في دولة الكويت. وزارة الصحة لها نصيب الأسد من مشاريع التنمية في مختلف محافظات البلاد في صورة تجسد الحرص الحكومي الكبير على توفير الرعاية الصحية المتميزة لكافة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت، تنفيذا لركيزة الرعاية الصحية عالية الجودة التي تعتبر من أهم الركائز التي جاءت بها الخطة التنموية لدولة الكويت. مستشفى الفروانية الجديد الذي ربما في لمساته الأخيرة كما أعلن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بأن إنجاز مشروع مستشفى الفروانية الجديد سيكون إن شاء الله في القريب العاجل، يعد واحدا من أكبر الصروح الطبية والتنموية والعالمية في دولة الكويت، يهدف إلى توفير كافة الخدمات الصحية المتميزة والكوادر الطبية في مختلف التخصصات الطبية. لمزيد من التفاصيل يسعدنا أن نلتقي بمدير منطقة الفروانية الصحية الدكتور وليد البصيري. مساء الخير دكتور، بعد التحية، إنجاز كبير سيتحقق في القريب العاجل من خلال مستشفى الفروانية الجديد، دعم كبير أيضا في الجانب الآخر من سمو رئيس مجلس الوزراء. كيف سيكون المشهد في مستشفى الفروانية الجديد إن شاء الله دكتور؟ السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. حسب ما احنا شايفين إن شاء الله اهتمام مجلس الوزراء برئاسة صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، اهتمامهم في الخدمات الصحية مثل ما تفضلت، نرى أن إن شاء الله افتتاح المستشفى الجديد إن شاء الله أو توسيعة مستشفى الفروانية هذا راح تكون في طفرة قوية لخدمات الصحية لوزارة الصحة في منطقة أو محافظة الفروانية إن شاء الله. حسب التاريخ الزمني اللي تم إنشاء مستشفى الفروانية في 1980، نرى أن كانت سعة السريرية اللي كانت في المستشفى 500 سرير، والحمد لله في موافقة من قبل سمو الأمير المرحوم الشيخ صباح الشيخ جابر الأحمد إن شاء الله بالرغبة الأمرية صار هناك في توسعة للسعة السريرية إلى 250 سرير، والآن نرى في المرحلة الحالية أن هناك في توسعة سريرية إلى 950 سرير، فهذا يدل على تواجد خطة مستقبلية وخطة تنموية لدولة الكويت برئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات سمو ولي العهد وسمو الأمير في عملية تطوير الخدمات الصحية في دولة الكويت. مثل ما احنا شايفين ان هناك كان في افتتاح لمستشفى الجارة وتم افتتاح الافتتاح الكامل، ونحن نطمع ان شاء الله ان الافتتاح القادم راح يكون لصالح مستشفى الفروانية. وعلى ما اعتقد زيارة سمو ورئيس مجلس الوزراء يبين اهتمام مجلس الوزراء في إمكانية الافتتاح، وليس مجرد افتتاح مستشفى ولكن في زيادة الاختصاصات المختلفة لمنطقة ومحافظة الفروانية الصحية. فأعتقد أن 950 سرير هذا يتماشى مع زيادة السكان اللي موجودين في محافظة الفروانية، هذا يدل على منظور الوزارة ومنظور الحكومة في إمكانية تقديم خدمات تشرف دولة الكويت في إمكانية وجود اختصاصات دقيقة. وأتمنى أن إن شاء الله في المستقبل القريب في هذه المستشفى إن شاء الله راح نقدم تخصصات دقيقة جدا في مجال الجراحة، في مجال الباطنية، في مجال الولادة، والحمد لله في المستشفى الحالي حنا عندنا اختصاصات دقيقة وقاعد نبني الكوادر الطبية اللي احنا محتاجينهم ان شاء الله. دكتور، يعني كيف سيساهم المستشفى الجديد في الفروانية في احداث نقلة نوعية تنموية طبية لمواكبة التقدم العالمي في كافة المجالات الصحية دكتور؟ مثل ما ذكرت الان الحمد لله ان المستشفى الجديد راح يكون في سعة سريرية 950 سرير، اي تقريبا اكثر من المستشفى الحالي في 300 سرير اضافي. يعني احنا اذا خطه الوزاره راح تتماشى مع احتياجات المحافظه ان راح نحتفظ في هذه المستشفى،
ونؤدي العمل المطلوب وندخل الاختصاصات الدقيقة في المستشفى الجديد إن شاء الله. نحن نطمع طبعا في تواجد كوادر فنية، والحمد لله أن هناك في خطة مدروسة من قبل إدارة المستشفى وإدارة المنطقة في إمكانية تطوير الكوادر الطبية والكوادر الهيئة التمريضية والكوادر الأخرى الطب المساند فيه، بحيث أن نسع أو يعني تناسى لنا أن احنا نطور الخدمة الموجودة هناك إن شاء الله. فأعتقد أن المستشفى الجديد على حسب ما اطلاعي عليه أن هناك في مركز كبير للتأهيل الصحي، هناك 32 غرفة عمليات، هناك في أكثر من 100 سرير للعناية المركزة، هناك في أعداد كبيرة 3 ملاحظات وثلاث يعني 3 أجنحة خاصة بالنسبة للطوارئ الطبية. هذا يدلك على أن الخطط المطروحة اللي من سنة 2014 بدأت الآن ترى النور، وأعتقد أن اهتمام وزير الصحة في هذا الأمر يعطينا دافع أن احنا نهتم في إمكانية التحضير للافتتاح القريب إن شاء الله. مستقبل الصحة في دولة الكويت يعني إن شاء الله بيكون بخير؟ أنا راح أتطرق إلى رقم وإن شاء الله يكون حق المستمعين يكون مفيد. دولة الكويت تعتبر من الدول المتقدمة في مكافحة الكورونا، فلازم احنا نفهم ان الخدمات الصحية في دولة الكويت متقدمة مقارنة بالدول ان كان على مستوى دول الخليج او على دول عربية او دول عالمية. ولكن انا اتمنى ان جميع المواطنين والمقيمين يراجعون الخدمات الصحية في دولة الكويت على مستوى القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وسوف يحصلون على خدمة جيدة ومتطورة ان شاء الله. كل الشكر والتقدير للدكتور وليد الفصيري مدير منطقة الثروانية الصحية على كافة المعلومات التي قالها، ونحن بدورنا يعني إن شاء الله نتطلع في القريب العاجل إلى إنجاز مستشفى الثروانية الجديد ليكون إضافة نوعية في تطور الخدمات الصحية في دولة الكويت على طريق تحقيق الرؤية التنموية كويت جديدة. زميلي محمد، هذا كل ما لدينا من مستشفى الفروانية، نعود إليكم وبرنامج بانوراما تنموية. نعم فهد، لك كل الشكر، أيضا الشكر موصول لضيفك الكريم ولجميع الكوادر التي تعمل في هذه التوسعة، توسعة مستشفى الفروانية وأيضا في جميع مستشفيات الكويت ووزارة الصحة، وأيضا كذلك كل من يعمل في مجاله لتقدم الكويت في لتصبح من مصاف الدول التي لديها تنمية مستدامة على مدى طويل من أجل أجيالنا والأجيال القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا فهد.